هذه الوقفه هذه يكون ما تضروش هاد المهنيين ما غاديينش يديروها لانهم عندهم معاناه القوت ديالي ديال القوت اليومي ديالهم هو اللي كتلقى فيه المنافسه. يعني مطلوقين علينا الخطافه مصنفين حنا في الوقت ديال كورونا اللي هذه الكلمه ما تشرفنيش انني نسمعها بحكم انه كيقول لنا عندكم بيرمي كوفيونس تصنفنا في وقت كورونا بالعربات المجروره وعيب هذه حشومه اننا يصنفونا مع هذا الشكل هذا مع كامل الاحترام ديالي لهاد الناس اللي عندهم العربات المجروره لانهم حتى هما كل القوم يديروا ما غاديينش يجروا دوك العربات هذا هو اللي كاين الاخوان ديالنا راه الجيوبه ديالهم تهلكوا وحتى دوك اللي كيدوروا كيخدموا دابا راه نقدر ما نلومهمش ولو انهم ما ساندوناش لانهم عندهم ضغوطات الناس غرقات بالكريديات المخير فيهم كتلقى دافع في الشقه اللي كتطلع عليه ب 50 مليون تقريبا وهي راه كتطلع بواحد 8 مليون نحن ولينا طالبين دابا بالغازوال هاد الساعه يتنقص راه كاين دعم ما نبقاوش حنا فين ما نهضروا يقول لنا لا راه كاع العالم زاد العالم الا زاد ناس محضرين هذوك راه كينقصوا ملي كيكون نقصان راه كينقصوا هادو راه ديما ما كاين عزيد زيد لا يخفى على احد يعني في الوسط المهني ولا جميع المواطنين في ربوع المملكه على الاسعار الصاروخيه اللي شهدها الغازوال وبما اننا حنايا يعني الماده الحيويه عندنا واللي تنشتغلوا بها اللي هي الغازوال فالامور ثقلت علينا بكل واقع امور ثقلت علينا هاد جا هاد الاضراب هذا يعني المطالبه بالغازوال المهني يعني كسائر القطاعات اللي تدعم من طرف الحكومه حنا بغينا القطاع ديالنا حتى هو يدعم من طرف الحكومه على اساس اننا نعيشوا حتى حنايا في يعني في واحد الاريحيه واحد المتنفس السائق المهني هو المتضرر يعني المباشر من هذه الزيادات الصاروخيه في الغازوال انه هو اللي تيخلص الغازوال من الجيب ديالو ويعني داك ولا الغازوال دابا تيقسم معنا المدخول من بعد يعني اقل واحد فينا دابا راه تزادت عليه واحد 1500 درهم تقريبا كل شهر وهذا زعما يعني ضرنا الصراحه هذا الواقع ضرنا وحنا واقفين وان شاء الله باذن الله غنكملوا الاضراب ديالنا لحين فتح قنوات الحوار وتخرج لنا الحكومه بشي حل وما نكرهوش استرداد المشروع ديال الغازوال المهني لعل وعسى اننا نستافدوا منه اجمعين.